السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وتعاد عليكم الايام بخير يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض الكبسة الاصلية، الكبسة اللي بتاعت السعودية، مش اي اختراعات تانية. انا مش جايبة لكم الطريقة من حد، لا انا اللي اتربيت عليها كده، لان انا تلتين عمري متربية هناك، فجايب لكم الطريقة اللي والدتي بتعملها، اللي هي اتعلمتها اساسا لما راحت السعودية من الناس اللي هناك. بصوا، اول حاجة احنا معانا رز بسمتي، اي نوع رز انت عايزاه، بس انا بفضل اللي هو الرز ده. بصوا اهو، جوز بسمتي ابيض عنبر باب الهند، ده مش من هنا، ده من السعوديه. انت ممكن تمشي باي نوع عندك. كميه المكسرات دي يعني انا باخد منها للتزيين بقى، يعني عايزه بقى حسب مقدرتك، عايزه تزوقي بصنوبر، عايزه تزوقي بسوداني، براحتك خالص. انا هاخد كميه مش كبيره للتزيين. معايا بصله كبيره جدا، بصلة كبيرة كده مقطعة صغير، معايا ثوم مفروم، معايا طماطم مفرومة، معايا حتة سمنة بلدي، والجزر والفلفل والزبيب دول هحطهم في الاخر خالص. معانا هنا البهارات بتاعتي، ملح وكاري وكركم وبهارات لحمة وبهارات كبسة، ماشي، معلقة من كل حاجة صغيرة. هنا معانا 3 ورقات ماجي، معانا خولنجان اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. ده شكل الخولنجان يا بنات اهو، ودي أراسيا مبهرة بتتباع في السعودية كده، وهي بتبقى جاية من الهند. وهنا ده شكل الحبهان الأسود، بصوا أهو بتبقى حبايته كبيرة كده لما بيتفتح أهو، ده شكله هو مقفول أهو. إني حفصين حبهان أسود لأنه شديد نكهته قوية جدا. ومعانا هنا جوزة الطيب حته كده صغيره تكون صحيحه، وبقيتها بكون بشرها هنا، مع ان انا دقه نص دقه كده عشان افتح الحبهان، مع الكباب الصيني دقيهم، مع شويه قرنفل اهم، وهنا فلفل اسود حب، هنا ورق لوري، ما هي معانا عود قرفه، ومعانا قرنفل، وكان فص مستك اهو. يا رب تكون ايه المقادير واضحه معانا. هنروح دلوقتي نسخن حله الكبسه ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا حبايب قلبي، وجبنا هنا حاطين الماده الدهنيه اللي انا عايزه اعملها، سواء عندك ليا ضاني او كده، انا بحب اعملها بحته سمنه بلدي مع شويه زيت كده اهو. انت ممكن تعمليها في اي حله عادي، انا بحب اعمل في الحله دي عشان يعني دي متعوده اعملها، دي بتاعه الكبسه. بسم الله الرحمن الرحيم. بجيب ايه؟ اجيب اللحمه بتاعتي. اول حاجه كده يا بنات، بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل بكميه الثوم والبصل الاثنين مع بعض، لاني انا مش عايزه البصله تغمق. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا كده معايا. نقلبهم بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، مش هحمر البصل ولا حاجه حبايب قلبي، انا بس ايه عايزاها تاخد لون بسيط كده، مش تحمير ولا حاجه. الثوم اهو، معلش يا جماعه سامحوني على صوت البنوته بتاعتي، معلش. بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل بقى بالبهارات الصحيحه، اللومي يعني ايه، مش هحطها سليمه كده، لا انا هنزل بيها كده، هفتحها نصين بالمنظر ده، وعود القرفه، وهنزل بالكولنجان والقراصيا المبهره، وهنزل باحلى نكهه بحبها الحبهان الاسود، وكم ورقه لوري كده، شويه قرنفل، وادي كام فص مستكه، انا بحط لكم واحده واحده عشان تبقوا عارفين الحاجات البهارات اللي بتتحط. وادي قرنفل سليم، وادي البهارات اللي قلت لكم دقتها نص دقه كده. الله على الريحة وجمالها،
لازم تجربوها يا بنات الطريقه دي، هي دي الطريقه الاصليه بجد، مش اي بقى افتكاسات تانية. ولازم تعملوا حته يعني احنا حطينا حبهان سليم، وحطينا قرنفل سليم، وحطينا كبابه صينيه سليمه، لازم وشويه كده وجوز الطيب، لازم تاخدوا شويه كده وتدقوهم، بتفرق كتير قوي في النكهه وانتوا بتحطوها كده في الماده الدهنيه اللي انت هتقلي بيها. مش قادره اقول لكم ريحه عامله ازاي. في الوقت ده بنزل بكميه اللحمه بتاعتي، انا بفضل ان انا في الكبسه ضاني، بس يا لولو معلش حبايب قلبي على البنوته بتاعتي، حمر فيهم شويه وارجع لكم. في اللحظه دي حبايب قلبي بقى انا هنزل ثلاث ورقات نادي، هنزل معاها وبشر الطماطم كده، وهنزل بكمية البهارات بتاعتي كلها البودر بس كده، شوية كده ياخدوا غلوة مع بعض، ونحط عليهم مية تكون سخنة واسيبهم يستووا مع بعض، ونرجع نكمل مع بعض. بس في ابسط والاسهل من كده، مش قادره اقول لكم ريحه عامله ازاي، وجميله جدا جدا جدا. اتمنى تجربوها بالطريقه دي وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. ماي بيكون سكنة، بسم الله الرحمن الرحيم. كده الله ريحه وجمالها، واسيبها بقى ايه تستوي مع بعضها، ونرجع لكم بعد ما تستوي نشوف هنعمل ايه. نقل هي ايه هتستوي مع بعضها كده، نرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم حبايب قلبي كده بعد ما اللحمه بتاعتي استوت، وادي الصوص بتاعها، مش هشيلها ولا اي حاجه زي ما هي كده. هنزل بربع كوبايه زبيب وقرنين فلفل حامين مقطعين كده حسب الرغبه، عايزه تحطيهم حطيهم، مش عايزه خلاص، واقلبهم هنا كده. وهنزل كمان بربع كوبايه جزر مبشور بالمنظر ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم ريحه قلب العماره كلها، لازم تجربوها بالبهارات دي، ريحه تحفه. ونفس الخطوات دي، هي دي الكبسه الاصليه، هتدعولي مش اي طريقه تانية خالص. بصوا بقى كده غلت غلو وخست الحاجات اللي انا حطيتها، الرز بتاعي اقوم نازله بيه كده بسم الله الرحمن الرحيم، مقدار كيلو رز كده بسم الله الرحمن الرحيم، نسيب كل الكلام الجميل الحلو ده يستوي مع بعض. نغطي عليها، وبعد ما تستوي نرجع نكملها مع بعض. ده شكلها حبايب قلبي قبل ما اغطي عليها، بص المنظر، صوص تحفه، الرز بتاعها كده مظبوط قوي. تغلي نوطي عليها ونقدمها مع بعض. هعمل جنبها شويه لسان عصفور، وسقيت لسان عصفور بنفس المرقه بتاعتها اهو، بيغلي على النار. وكده الفطار بتاعنا النهارده كبسه ولحمه وشويه لسان عصفور مع اي عصير عندك، مع اي حلويات عندك. وبكده تكون الوصفه بتاعتي يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش يا بنات اللي تعجبها الوصفه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلها مني كل جديد، وما تنسيش باللايك. نكمل مع بعض الفيديو ونشوفها مع بعض بقى حبايب قلبي بعد ما رجعنا كده. بصوا كده المنظر، الله الله على الريحه والجمال، تحفه 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 يا بنات، لازم تجربوا. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا كده، ايه رايكم احلى كبسه دي ولا ايه؟ انا بقى هقفل عليها بس كده، هي كده زي الفل معايا. الله الله الله،
الله على الجميع. بصوا بقى احنا بنقدمها كده في نفس الحلة بتاعتها كده، نحط عليها شوية مكسرات كده. ما تبخليش عندك مكسرات، ما تبخليش كده على وش. الله 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 على الجمال يا بنات، لازم تجربوه. يا رب اتمنى تكون الوصفة بتاعتي عجبتكم. ما تنسونيش بلايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحبايبي طيبين وبألف خير.